فرح. في ليلة عاصفة ظهرت في منزلي فجأة طفلة صغيرة قادمة من كوكب آخر. علمت فيما بعد أن اسمها مروة. هذا ما أخبرني به والدها حين اتصلا. وبما أن والدي مسافران اعتنيت بها وحدي. ساعدتني ابنة خالتي نجوى قليلا. أما الوسيلة الوحيدة للاتصال بوالديها فقد كانت هذا الجهاز. على كل، سأعتني بميمي حتى يصل والداها. جهاز كشف الذاكرة. التيار الكهربائي. مرحبا، هل تسمعينني؟ إن كنت تسمعينني فأجيبي أرجوك. ميمي، أمك تتصل بنا. هل تسمعينني يا فرح؟ أجيبي أرجوك. نعم أسمعك جيدا، ولكني لا أراك يا سيدة غيداء. ما هذا؟ انهض بسرعة، هناك ذبذبات غريبة على الشاشة. هيا تعال وساعدني على تفسيرها. انظر جيدا، يبدو لي أن هذه الذبذبات قادمة من كوكب آخر، فشكلها يختلف عن الذبذبات المعروفة على كوكب الأرض. لنحدد موقعها بسرعة. والآن قولي لي يا فرح وطمئنيني، كيف حال ابنتي ميمي؟ هل هي بخير؟ نعم، صدقيني يا سيدة غيداء، ميمي تتمتع بصحة جيدة وهي تكبر وتصبح أجمل. الحمد لله. كنت نائمة ورأيت في منامي كابوسا مزعجا. رأيت ميمي مريضة جدا. أرجوك أريد أن أسمع صوتها. ميمي، ميمي حبيبتي، اشتقت إليك كثيرا، ألم تشتاقي إلي؟ فرح، هل أطلب وعداً منك أرجوك؟ اعتني بابنتي ميمي جيداً ريثما أتمكن من الوصول أنا وزوجي إليكما. هل وعدتني؟ أرجوك يا فرح. نعم، عندما تصلين ستجدينها بأحسن حال. حتى لو تأخرنا في الوصول إليكما؟ هذا وعد، لا تقلقي. هل تسمعينني يا سيدتي؟ يبدو أن الاتصال قد انقطع. مسكينة أم ميمي. من الطارق؟ حسناً أنا قادمة. نجوى، لماذا تصرخين هكذا؟ فرح، كيو كيو. هذا أنت؟ هل معنى هذا أنك تعرفين هذا الوحش؟ إنه رجل آلي. ما الذي تفعله هنا؟ ها؟ وأنت أيضا؟ ما هذا؟ ما الذي تفعله هنا أيها المخترع؟ هذا هو المخترع الذي قلت لي إنه يصنع مركبة فضائية تصل إلى الكواكب الأخرى؟ نعم، إنه أنا بشحمه ولحمه. وما الذي يفعله مخترع مثلك في مطبخنا بل في ثلاجتنا؟ رصدت ذبذبات غريبة وصلت إلى منزلكم أمس. كاشف الذبذبات الذي اخترعته يقول إنها قادمة من كوكب آخر. وهل يستطيع هذا الجهاز تحديد اسم الكوكب؟ لا يا آنسة، وهذه هي مشكلته الوحيدة. تذكرت، لقد تلقيت اتصالا من والدة ميمي أمس. حقا؟ نعم، اتصلت بي عندما كنت نائمة. لقد فهمت الآن.
لا شك أن تلك الذبذبات قد تركت أثرا في منزلكم، فهي ذبذبات قوية جدا. مثل ماذا؟ لا أدري، وهذا ما سيكشفه البحث. علي أن أدرس كل شبر في منزلكم، فلعلي أصل إلى شيء يفيدني. عن إذنكما. انتظرنا. حسنا، هذا الجهاز يحتاج إلى قليل من التعديلات، فهو حساس جدا وينبغي ضبطه كلما انتقل من مكان إلى آخر. ماذا؟ وكم يستغرق ذلك؟ أنت تسألين أسئلة سخيفة، وما أدراني كم يستغرق من الوقت. أنا أعتذر منك. أين مساعدي؟ لماذا يقف في الخارج؟ هيا تعال. حاضر. من لؤي؟ اسمعي يا فرح، يبدو أن هذا المخترع مجنون، ولذلك أريدك أن تكوني حذرة. لا أريد أن يخرب البيت في غيابي، وعندئذ سيغضب والديك كثيرا. إلى اللقاء. هل يعجبك ما حدث يا لؤي؟ أنا لم أفهم بعد لماذا أرشدته إلى منزلي. قلت لك لم أرشد، صادفته على زاوية الطريق. كل ما يهمني الآن هو أن أجد وسيلة يغادر بها المنزل قبل أن يدمره. مرحبا مازن، كيف حالك؟ يا للمصادفة، أنت هنا أيضا يا لؤي. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كنت مرا من هنا فأردت أن أطمئن عليك فقط. وأنت لما أتيت إلى هنا؟ وما علاقتك؟ أنا مشغولة جدا اليوم، ولذلك أريد أن تغادر بسرعة. ماذا هناك؟ لقد أحضرت جهاز الكشف الثاني. ماذا؟ يبدو أن رجلي الآلي لم يعد يعمل جيدا في هذه الأيام الأخيرة، لذلك علي إصلاحه. إذن هل ستوقف بحثك؟ لا، بل سأذهب كي أحضر الجهاز الآخر. إذن وما هذا الجهاز؟ إنه جهاز كشف الذاكرة، يستطيع كشف ما تفكر فيه. هل تمزح يا سيدي؟ أنتم تعلمون بأني لا أمزح في مثل هذه الأشياء. هذا الجهاز يستطيع أن يطبع أكثر أحداث حياتك تأثيرا فيك. سأجربه الآن. أنا لست فار تجارب. لا تخف، أريدك أن تبعد كل الأفكار عن ذهنك. لن تشعر بأي ألم، هل هذا مفهوم؟ ما الذي تقصده؟ لا أريدك أن تفكر في شيء. منذ متى كان لؤي يفكر؟ اصمت. هل أنت مستعد؟ سنبدأ. ما هذا؟ لا أدري. مازن، أليست هذه صورتك؟ ها؟ بلى، هذه صورتي وأنا ألعب بكرة القدم. وهذه أنا؟ نعم، ومعك فدوى ورندا. أليس هذا هو اليوم الذي وصلت فيه إلى مدرستنا وتحديت لؤي في مباراة كرة القدم؟ هذا صحيح، وقد هزمته في تلك المباراة. لا، لو كلامك صحيح لظهرت معكم في الصورة. هذه ذاكرتك، لذلك لا يظهر لك أثر فيها. لم أخطئ إذن. صحيح، هذا مستحيل، فذلك اليوم لم يخطر في بالي قط. ذلك لأنه مخزن في عقلك الباطن. ألا تعلم معنى العقل الباطن؟ اسمع، إذا كان هناك شخص ما أو حدث أثر في حياتك كثيرا، فإنه سيخزن في عقلك الباطن. وقد اخترعت هذه الآلة من أجل هذا الأمر. إذا أنت تفكر في كثيرا يا لؤي. اسمع، أنت لا تعني لي شيئا. علمني هذا الجهاز. ماذا؟ لم يعد لدي وقت نضيعه. اتبعني أيها الرجل الآلي. هيا هيا هيا، لا تنس الجهاز. وصلت. هيا لنبدأ. أليس هناك ما تخجل منه في ماضيك؟ دعه يجرب الآن. ماضي كله يثير الفخر، ولذلك لا أخجل منه. يا لك من فتى مغرور. كفاك ثرثر واستعد. حاضر. ما هذا؟ إنهما فدوى ورندا. وأنت معهما، أريني. كأننا نجلس حول بركة السباحة. أليس هذا هو اليوم الذي ذهبنا فيه إلى منزلكم حين دعانا أهلك؟ بلى، هذا صحيح، ويومها تحديتني في الغطس حتى كدت أغرق في البركة، ألا تذكر؟ بلى،
تذكرت وقد وبخني والداي حينها لأني لم أستشرهما قبل أن نتسابق بالغطس. حقا؟ أليس هذا أمرا مخجلا؟ نعم، كان علي أن أطلب الإذن منهما. حينها وعدتني فرح إن فزت في سباق الغطس أن تلبي أي طلب لي، ولهذا جعلتها تنظف البركة. فرح، ما بك؟ أريني؟ لا، لن أريك. دعها وشأنها. ما الذي تخفيه عني؟ لا شيء، لا شيء أبدا. سأراها، يعني سأراها. اهدأ يا لؤي. اتركني يا مازن. لا، لن أتركك. لماذا مسقتها؟ لا أريدك أن تراها. لا تغضب، انتهى الأمر يا لؤي. لا، لم ينتهي، أريد أن أعرف. اسمع، لا شأن لك بالأمر. صدقني يا لؤي. صحيح؟ لا أصدقكما. حسنا، الآن جاء دورك، ما رأيك؟ ولكن ليس هناك ما أخجل منه. إن كنت واثقة بنفسك إلى هذا الحد فدعينا نجرب الجهاز عليك. أنا واثقة في نفسي ولكني لا أرغب في ذلك. إذن أنت خائفة. لا، لست خائفة. بل خائفة. قلت لك لا. إذن جربيه لتثبتي ذلك. كفا. هيا يا فرح، عليك أن تخضعي لهذه التجربة كما خضعنا لها نحن. نعم، ولكني لا أرغب في ذلك. لا، سترغبين الآن. هل أنت مستعدة؟ انتظر لحظة. مازن، ما بك؟ أرى أنك خائف. ومما أخاف، أنا لم أسئ إلى فرح في شيء، ولذلك لا أظن أنها تحقد علي. هل تقصد أنها تحقد علي؟ أنا لم أقل ذلك أبدا يا لؤي. ها؟ على كل، قد نكشف رأيها وموقفها الآن. نعم، الشخص السيء في نظرها سوف يظهر في الصورة، ولن أكون أنا. ولا أنا. لا تكن واثقا بنفسك هكذا، فأنت كثيرا ما تزعج فرح وتسبب لها المتاعب. أنا؟ هذا أفضل من أن أكون مغرورا ومتكلفا مثلك يا مازن. هذه هي الحقيقة. لا أرجوك، أنت لست صادقا. مازن، ماذا؟ توقف عن هذا الكلام السخيف، فلا فائدة منه. وأنت يا لؤي، أوقف الجهاز، فلا أريد الخضوع لهذه التجربة. لا شيء. هل انتهينا؟ ما هذا؟ لا شيء. قلت لكما لا رغبة لدي في الخضوع لهذه التجربة، وهذا سبب كاف كي لا يظهر أي شيء في الصورة. لكني كنت أريد أن أعلم هل تحقدين علي، ولا سيما بعد الكلام الذي قاله لؤي لي. لا تهتم بكلام لؤي، كان ذلك قبل زمن طويل. فكرة، لماذا لا نجرب هذا الجهاز على ميمي لنرى ما الذي تتذكره؟ سيكون هذا مثيرا. لكنها صغيرة جدا. وإن تكن، ألا تعلمان بأن الأطفال الصغار يمتلكون ذاكرة؟ يا لها من معلومة مهمة. فكرة، ما رأيك أن نجربها؟ مازن لا يعلم حقيقة ميمي، ولذلك أخشى أن يكتشف أمرها. لا تخافي، ميمي لن تتذكر شيئا. هيا يا فرح، ضعي هذا على رأس ميمي. هيا شغلي الجهاز يا لؤي. ها؟ لما لا تشغله أنت؟ حسنا يا لؤي، سأفعل ما تريد. ها هي، لنرى الآن ما فيها. هذا غريب، لا شيء واضحا في الصورة. هذا أمر متوقع، فهذه ذاكرة طفلة صغيرة. لما لا نجرب ثانية؟ أرني، لا شيء. لنحاول ثانية. هذا غريب، فلا شيء يظهر في الصورة، يبدو أنها لا تتذكر شيئا. ولا حتى أنا؟ خطرت لي فكرة، ما رأيك أن تنظري إليها وتكلميها خلال التجربة؟ لماذا؟ أظن أن هذا الأمر سيساعدها على التفكير جيدا. انظري إلي يا ميمي، هل اشتقت إلى أحد؟ لا أقصد، هل اشتقت إلى نجوى؟
جيد، هذا أوضح بكثير. ولكن من هذان؟ لا أدري، لا أحد منا يظهر في الصورة. لا شك أنهما يخصان الطفلة، ولكن إن كانت هذه المرأة والدة ميمي فأين هي الآن؟ هذا غريب جدا، ترى من تكون؟ أبوها وأمها؟ مستحيل. أرني إياها. ها؟ لا أصدق. إنها أم ميمي، انظري إليها جيدا. أريني. لكننا لم نرها من قبل. إذن ذاكرتها جيدة. فرح، لؤي، هل تصدق هذا؟ نعم، فميمي ليست طفلة عادية، إنها ذكية جدا. عندما أخبر أمها بأنها تذكرتها ستسر كثيرا. ولكن كيف ستخبرينها؟ عندما تتصل بي. أنا لا أفهم شيئا. أقصد عندما تتصل بي من عملها سوف أخبرها بذلك. تقولين أشياء غريبة وغامضة لا أفهمها. لا تهتم لؤي، لنحاول ثانية. هذا يكفي يا فرح. اسمع الكلام. كما تريدين. ماذا حدث؟ لا أدري، يبدو أنها تعطلت. لا ميمي. لا، لقد تعطل الجهاز. ماذا سنفعل الآن؟ أنت السبب، فقط أصررت على معرفة ما تتذكره ميمي. أنا آسفة، كان علي ألا أصر على معرفة ما إذا كانت ميمي تتذكر والداها أو لا. هذا خطأي أنا. معنى كلامك أن هناك سرا وراء هذه الطفلة يا فرح؟ نعم، هناك أمر غامض. فمن تكون والدتها؟ هيا أجيبي. ما هذا الذي تقوله؟ هناك ما تخفينه. لا، أنا لا أخفي شيئا. إذن أين والد الطفلة؟ إذن هناك ما تخفينه علي، وإلا لكنت أجبت عن سؤالي. أنت تتهربين من الإجابة. لا، والدها مسافر. توقفي، لا أريد سماع المزيد من الخداع. ما به؟ لست صادقة. ولؤي يعلم ذلك أيضا. ماذا؟ هيا خرجا. فرح، أنا آسف، أعدك ألا أتدخل في شؤونك بعد الآن، أرجوك سامحيني يا فرح. فرح افتحي الباب، أريد أن أعتذر إليك. لا تتعب نفسك. أرجوك يا فرح افتحي الباب. تعال أيها المجنون، لن ترد عليك. تعال تعال. لو لم أفعل هذا لأصر مازن على معرفة الحقيقة. تعالي، يبدو أن هذه المشكلة ستبقى قائمة حتى يتمكن والد ميمي من صنع مركبة تستطيع الوصول إلى كوكبنا. إذن فميمي لا تزال تتذكر والديها؟ أتوقع أن يكون جهاز كشف الذاكرة على هذه الدرجة من التطور، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة ذلك المخترع على صنع مركبة قد تتمكن من الوصول إلى كوكب ميمي إذا لم يتمكن والداها من الوصول إلى هنا. عندما أراه في المرة القادمة سأطلب إليه أن يبذل جهده في صنع تلك المركبة. إذا تمكن من صنع مركبة فضائية فإنني أستطيع زيارة ميمي عندما تعود إلى كوكبها. سأطلب إليه أن يوضح تلك الصورة حتى ترى ميمي والديها دائما. لقد مزقت الصورة. أين صار منزل تلك الفتاة؟ مررنا من هنا 5 مرات من قبل.
أيها الغبي، سأبلغك.